огне. Кто читает свои сны? Поклоняюсь темноте. افتح الخزنة، افتح. ها شباب. سبايدر مان، اقتلوا. مجرمين أكتر؟ شباب، لو اشتغلتوا بالجدية دي في وظيفة حقيقية مش هتبقوا مجرمين. هتندم على كل ده. تمام يا يوري، هصلح آخر برج في الحي الصيني دلوقتي. مش أنت قلت الضابط العنكبوت هيصلحه؟ كنت بفكر بس يا يوري، حفظ الأمن أمر سهل، والشرطي العنكبوت هو مش شخص مبتدئ أبداً. أرجوك روح مكان ما كنت فاكرك رايح. من النهاردة الضابط العنكبوت طلع معاش رسمي. شكراً بجد، عايزة أشرب. هنحتفل كلنا الليلة يا يوري على شرف الشرطي العنكبوت الدؤوب. يوري، يوري أنت هنا؟ يوري أنت سمعاني؟ شكلها غرقانة في مشاعر اللحظة دي. حاجة زفت، ما ينفعش أخلي الناس تصورني وأنا بشعر صدري كده. أدوات تصليح البدلة في المعمل. يا ترى دكتور أوكتيفيوس راجع تاني؟ دكتور، حصل إيه مع اللجنة؟ آسف قوي إني لخبطت الدنيا. عادي يا بيتر، هما قلقانين عشان قربوا من النجاح. هيقدوا، بيعملوا كده دايماً. لازم أرجع المعمل أنظفه؟ لا، أنا هخرج أتعشى، هنكمل بكرة. استراحة ونرجع لصناعة المستقبل. نفسي أعبي وأبيع تفاؤل الراجل ده، شكله مش راجع المعمل النهاردة. أشتغل بقى أنا على بدلتي في السر. شكل الدكتور مشي، ده وقت شغل العنكبوت. باركر، دكتور أوكتيفيوس، أنا إيه اللي معاك ده؟ أكل صيني؟ لا أعرف إنك هنا، شغال على إيه؟ مجرد مشروع جانبي. طبعا ده انت.
انا مش فاهم انت بتتكلم. اوه بقول لك ايه يا باركر، دي واضحه. طيب خليني اشرح. كان نفسي تقول لي قبل كده. كنت عايز اقول لك بس خفت على عيلتي تكون في خطر لو الحكايه اتعرفت. ايوه اعتقد لو انت اللي صممت اجهزته هتبقى مستهدف زيه. ايوه تمام. ما تقلقش سرك في بير. ماشي هسيبك ليها. شوف إيميلك. أتمنى ما يكونش الدكتور طردني. بيتر، تصميم بدلة سبايدر مان كعمل إضافي هو ده مصطلح صحيح؟ بيفكرني بمميزاتك كرجل وشريك ليا، فمهما أخذ منك شغلك من وقت وجهد بتلاقي وقت لمساعدة الناس دايما. لو ما تتضايقش أنا لاحظت إن البدلة متبهدلة شوية وقررت أصلحها وأضيف عليها شوية تعديل. عنكبوت أبيض ها؟ أكيد ده هينفع. معلش اتأخرت على الشغل. بدلة جديدة ورجعت زي الأول. سبايدر مان، عرفت ازاي رجالة فيسك قدروا يستمروا في إدارة أعماله الغير قانونية؟ مواقع البناء. مش ده اتقفل لما اتقبض عليه؟ لا، دي واحد من أعماله القانونية، مستثمرين تانيين، ما ينفعش نتصرف من غير قضية قوية. هي وصلت دلوقتي صح؟ عشان كده بتمنى إنك تراقب الأماكن دي، وتقولي على طول أول ما تلمح حاجة. يوري، أنا في موقع يخص فيسك الأعمال البناء، شايف رجالة كتير هنا شكلهم مش بيبني. هما بيعملوا إيه؟ أنا هكتشف الموضوع. رسالة وصلتني من الدكتور، يظهر إنه بعت فكرة لجهاز جديد لسبايدر مان. هو الراجل ده مش بيوقف اختراع أبداً؟ واو شكل الموضوع كده هينجح. هايل، الدكتور هيكون فخور. مش مصدق ان سبايدر مان انتصر. الموضوع مش لا مش عارف، بس فاكر لما كان ولد تابه والزعيم بيكسبوا في كل ده. ليني بيقول ان في خبر. ابعدوها. لا. لازم اعمل حبان. ابعدوا البتاع ده عني. انا محاصره.
ولا ده؟ عددهم زاد. ازاي بيعمل ده؟ خد سبايدر مان، واضح ان احنا قدرنا نقبض على 4 تجار اسلحة غير قانونية في محيط 3 مباني. مهربين اسلحة، خلينا نشوف لو اقدر اقطع عنهم الامدادات. خلص عليه عشانك.